بين فترة وفترة بنستعرض معكم مواهب بتكون فعلا فريدة ومميزة، واليوم حنكلمكم عن أنا زيليفا، وهي رسامة روسية فرنسية. ممكن نقول أنه موهبتها الفنية ميكس ما بين الحقيقة والعالم الافتراضي. لوحاتها المرسومة كلها على بعضها بتدور في عالم افتراضي أسهل تشوفه يعني. مثل ما شفتوا فاللوحات اللي بترسمها أنا مو حقيقية، بس هي افتراضية على شكل 3D أو بعد ثالث زي ما بيسموه. وهذا النوع من الرسم تحديدا بيستخدم في برامج معينة، له رواد وطبعا ومعجبين عند محبي الفن الافتراضي. بالمناسبة كمان أنا ما بدأت في هذا المجال، لا أكيد في صغرها ما كان في عالم افتراضي، بس إنه الشيء الأكيد أنها درست الفنون الكلاسيكية وجربت كذا نوع فن من بينهم البورتري والكرتون وتصميم الألعاب، ولها أعمال حتى عرضت في متحف اللوفر وبيتابعها أكثر من 40,000 متابع على إنستغرام.